نتواجد اليوم في الخطوط الأمامية وفي منطقة التماس في منطقة إيدات الراء في الجبهة الشمالية الغربية. هنا دارت أشرس وأعنف المعارك خلال اليومين الماضيين، وسيطرة المقاومة الشعبية والجيش الوطني على هذه المواقع كاملة. هنا كان لا يتحرك أحد في هذه الأماكن بسبب قناصة الحوثي المتواجدين في هذا الأماكن. هنا معنا أحد الأبطال المقاومون الذين خاضوا معركة أمس. نحن أمس والليل قمنا بطرد كل القناصات والعدو الذي كان في منطقة ذات الراي من هذا التباب، وذلك من خلف التبة الحمراء الذي كان متمركز فيها. والآن الجثث الموجودة حق الحوثي والمخلوع في التباب لم يقدروا يسحبوها، ونحن الآن نواصل زحفنا حتى يعني نزحف إلى تبة إلى خلف التبة ماهر المتواجدين الآن أصحاب المقاومة فيها. وعندما تأتينا الأوامر بالتقدم سوف نواصل التقدم، لأنه الآن لم توجد لدينا أوامر بالزحف، وألا فسنتقدم أكثر من كيلوهات في الوادي هذا الموجود. يعني هنا قبل أيام خلال زيارتنا في هذه الأماكن كنا لا نستطيع أن نتواجد في هذه الأماكن بسبب القناصة. يعني كيف كانت هنا، كيف كانت المواجهات هنا بعد أن سيطرتم على هذه المواقع، وكيف وصلتم إلى القناص الذي كان يحد من تحركاتكم في هذه الأماكن؟ طبعا أنه في الأيام الماضية لا أحد كان يقدر أنه يجي إلى هذه التباب، لا صحافة ولا زيارة. لكن الآن أنت اجزع راسك مرفوع، لأنه لا يوجد أي قناص في هذه التباب على الإطلاق. من أين انطلقت المعركة وأين يوجد الأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية؟ انطلقت المعركة من ذات الراي وما يجاورها في التباب حتى وصلنا إلى خلف التباب الحمراء وما يشبه ذلك. يعني آخر نقطة يعني للمقاومة الشعبية والجيش آخر الوطني. منطقة للمقاومة الشعبية يعني الوادي الذي قطعنا الإمداد على الحوثيين، طريق الإمداد الذي تمرهم إلى خط صروح. كم يفصل كم المسافة الآن بينكم وبين الطلعة الحمراء التي قد تكون بداية انطلاق معركة صروح؟ الطلعة الحمراء قد معانا موجودة قريبة. نعم، الآن معانا 3 كيلو أو 4 كيلو الوادي. عندما تأتينا الأوامر العسكرية بالهجوم احنا قادرين ان نطهرها خلال ساعات، لأنه لا يوجد أوامر يعني بالمعركة والزحف. إذا كما شاهدتم مشاهدين الأعزاء، مشاهدي قناة سهيل الفضائية، رافقت أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في هذه الأماكن، وبالذات بعد أن سيطروا عليها في منطقة إيدات الراء. معركتهم القادمة كما يقولون هي صروح، وستبدأ بإذن الله عز وجل خلال الأيام وربما الساعات القادمة. عبد الله أبو سعد، قناة سهيل الفضائية، مأرب.